طب أحيل حضرتك إلى تصريح وزير الخارجية السعودي بعد قمة جدة، وقال إن المشاورات التي سبقت قمة جدة مع الرئيس الأمريكي أثبتت نضج القرار العربي والنضج في اتخاذ القرار العربي وتوقيته. يعني حابب أحط التصريح ده أمام حضرتك، هل بالفعل يمكن الآن يعني تكوين شبه إجماع على قرارات عربية موحدة في التعامل مع روسيا، التعامل مع أمريكا، التعامل مع الصين؟ هو ده بالظبط اللي العالم كله بدأ يسأله السؤال ده، سؤال العالم كله بيحضر للإجابة عليه، واللي احنا بنتكلمه ده نوع من الاجتهاد، لأنه أنا متأكد أن هناك على الأقل 4 أو 5 دراسات، ما يركز دراسات استراتيجية كبيرة في العالم مهتمية بهذا الموضوع، مش عشان سواد عيوننا، إنما عشان بحثا عن المصالح الأمريكية في المستقبل هتكون شكلها إزاي، خصوصا أنه الولايات المتحدة الأمريكية خدت بعضها وخرجت من المنطقة بشكل أو بآخر. يعني صحيح أنه لا تزال هناك كلام مفاوضات على علاقات استراتيجية، مفاوضات على لكنها مختلفة تماما عما كانت عليه، لأنه العرب حسوا بأنه هناك نوع من الهجر في غير توقيته في الأزمة. كانت في أزمة كبيرة جدا، الصواريخ البالستية طلع من الحوثيين، طلع من أماكن كثيرة جدا، سيطرة حزب الله على لبنان، تصور أن هناك تهديد إيراني بسبب القنبلة النووية، إلغاء الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب، كل ده في الوقت ده أمريكا بتسحب منصات الدفاع الصاروخية وبتترك في فراغ، مش فراغ يعني سياسي ولا فراغ استراتيجي ولا فراغ اقتصادي يمكن تدبيره، إنما بتترك أيضا فراغ أمني، الأمن القومي لهذه الدول، بتتعرض السعودية وتتعرض الإمارات لهجمات من هذا النوع. وده اللي خلى في انتباه واضح جدا، لأن العالم العربي عليه أن يبحث عن مصالحه، واحد يبحث عن أمنه القومي بالدرجة الأولى، يبحث عن حدود المصالح الاستراتيجية مع القوى الجديدة، وده اللي خلى كتير من الأفكار اللي كانت هتعرض في قمة جدة يعني ماتت قبل أن تولد، زي فكرة الناتو العربي وزي حلف مواجه ضد إيران، وأصبح هناك كلام عن أن مصالحنا بالدرجة الأولى هي التي يجب أن تسود. ده في رأيي المهم جدا في الفترة دي، والثبت انه الذكاء العربي ما كانش يعني وليد الهام فقط، ولكنه ايضا كان وليد اتصالات. لو لاحظنا حجم السفريات بين القادة العرب، الزيارات المتبادلة بين الدول العربية، الاتصالات التليفونية، الرسائل المتبادلة، ثنائية ثلاثية، كل دوان في الحقيقة لعب دور مهم جدا في قوة العرب في هذه الفترة. ولكن يزال عندك تحديات، لا يزال عندك إرهاب موجود. النهاردة في الحقيقة يعني لفت نظري تحقيق سياسي جيد نشرته الوطن النهاردة، تتكلم عن هل يمكن إحياء دولة وطنية عربية جديدة، وضعت تحديات منهم الإرهاب، منهم الهجرة الإجبارية نتيجة الحروب الأهلية اللي بتوصلت حوالي 33 مليون بني آدم سابوا أوطانهم، تكلم على الديون اللي بتوصل لواحد واربعة من عشرة تريليون دولار. اعتقد ان نتكلم على تحديات مهمة جدا. الميزة في هذا التحقيق اللي بينشر في صحيفة مصرية، الميزة في هذا التحقيق انه بيأخذ اراء مفكرين وصحفيين عرب، ودي الحقيقة كانت من الحاجات المهمة اللي بتفتقدها الصحافة المصرية، انك توسع دائرة العدسة ويبقى جزء من مصادرك مصادر خارجية وليست فقط مصادر عربية.